ايه الحلاوه دي اقسم بالله، ايه الجمال ده اقسم بالله، تدوق يا غريمي تدوق الحلاوه والجمال. طب ابدا منين؟ طب اقول ايه ولا ما اقولش ايه؟ اقول الاهلي فاتح على الرابع، اقول الاهلي بيدوس على المصري النهارده، اقول الاهلي بيعمل مباراه الواحد ما شافهاش من ايام تريكا وشوط تاني بالاخص. هنتكلم عن تفاصيل التفاصيل، قسما بالله ما عارف مين نجم المباراه يا جدعان. انا محتار ادي نجم المباراه لمين، فده سؤال ليكم انتوا. انت تقول لي في الكومنتات مين نجم الماتش النهارده، لاني هختار مين ولا مين؟ هختار امام الموهوبين امام عاشور اللي بينفجر النهارده. عايز قرن فلفل يا جدعان، عايز قرن فلفل كده، ونقول شكرا للزملكاويه اخواتنا، ابعتوا لهم قولوا لهم شكرا يا جدعان. كله يقول في الكومنتات شكرا ومنشن لصاحبه الزملكاوي، لا بجد شكرا. صفقه الموسم قسما بالله امام عاشور من اول مباراه في الدوري. تقول لي هنضغط عليه، هنطلعه بره الماتش، هنعصب اللاعب، هنخليه ما يركزش كوره. ما يركزش كوره مين يا ابني؟ ده امام عاشور امام الموهوبين، اسيستين في اول ماتش على الراي. كان بيقول لك ايه؟ كان بيقول لك زيزو مستر اسيست، تقول له كل سنه وانت طيب. امام عاشور هيحسمها بعد اول 5 جولات، امام باسيستين النهارده. ولا رضا سليم؟ رضا يا رضا اتدلع يا رضا، قسما بالله سوبر رضا سليم. ناحيه الشمال هو وامام عاشور عاملين جبهه ما حدش يعني عايزه عشان حد يوقفها. مين باك رايت ممكن يوقف جبهه زي دي يا جماعه؟ قولوا لي مين يقدر يوقف جبهه فيها امام عاشور ورضا سليم باكسترا مهارات. ناحيه الشمال للنادي الاهلي ده علي معلول ما كانش شغال النهارده، ده لو علي اشتغل معاهم كمان يا نهار سفاله وقله ادب. كلمني عن ميسي تاو اللي كان نايم في الصوت الاول ويصيح الصوت الثاني عشان يضرب بشماله ويعذب المصري حرفيا. وزي ما قالت جماهير النادي الاهلي العظيمه اللي كانت عامله تابلوه النهارده في المدرجات بهتافات لم تتوقف، اديله ميه اديله زيت خليه يقول يا ريتني ما جيت. قسما بالله النهارده المصري بيقولوا يا ريتنا ما جينا، يا ريتنا ما جينا. 4-0 4-0 على الرايق، 4-0 سهله وسالكه وجميله. الناس اللي كانوا بيقولوا الاهلي هيعمل ايه مع اتحاد السعوديه، ادينا بنقول لك يا باشا. سيبك من الماتش الاولاني اللي خسرناه بتاع اتحاد العاصمه، ده كان لسه بنسخن بس بدايه موسم. الاهلي هيدوس على الكل، الاهلي قطر هيفرم اللي هيجي قدامه الموسم ده وده اللي قلناه. والله سكواد ما فيش اقوى من كده، سكواد جبار حرفيا، السكواد الاقوى في افريقيا بمسافه كبيره، ده اقرب حد ليه. مين يقدر يقف في طريقنا في افريقيا يا جماعه؟ مين يقدر يجي قدام النادي الاهلي؟ رباعيه على الرايق والدبابه، دبابه النادي الاهلي النهارده. لا مش انطونيو موديست، مش انطونيو موديست، اليو ديانج اللي بيرجع لنسخه اليو ديانج بتاع زمان يا جماعه. اليو ديانج الرايق اللي بيعمل سبرنتات في كل الملعب، اللي اي حد بيستلم الكره بيلاقي اليو ديانج زي السهم زي الصاروخ بيجري عشان يضغط عليه ويجيب الكره. اليو ديانج النهارده عمل مباراه قياسيه. مين نجم الماتش؟ ده السؤال. انا مش عارف، انا مش عارف مين نجم الماتش. هقيم من اللعيبه وهقول لك كل واحد ياخد كام من 10، بس قول لي مين نجم الماتش في الكومنتات. عايز اشوف الناس كده شايفه مين نجم الماتش في الكومنتات. الموضوع صعب عليا قوي وصعب على اي حد. تديها لمين ولا لمين؟ تديها لامام ولا الرضا ولا التاو ولا الاليو ديانج ولا لمحمد عبد المنعم؟ مين يا جدعان؟ محمد اسف ما اسموش محمد عبد المنعم، اسمه افضل مساك في قاره افريقيا، ما يتقالش عليه محمد عبد المنعم يا جدعان. الواد الله اكبر عليه، يخرب بيت قراراتك يا اخي على الكوره، يخرب بيت تقلك وجمالك والباص بيخرج من رجليك عامل ازاي والثقه الكبيره وانك بتشيل اي حد موجود جنبك في خط الدفاع. محمد عبد المنعم خط دفاع لوحده ورص اي ثلاثه جنبيه مش فارقه، طالما عبد المنعم موجود الموضوع خلصان. ايه الجمال والعظمه دي يا اهلي؟ ياه الواحد كان وحشه الدوري، كان وحشه الاهلي. تقول لي دوري الابطال، دوري ابطال مين؟ تقول لي دوري انجليزي، دوري اسباني، مش عايز اسمع ولا اشوف الكلام ده. وريني الاهلي لما يكون فايق وانا مزاجي يتظبط. الواحد ممكن يجي السكر بعد مباراة زي دي من كتر السكر اللي بيتفرج عليه. ماتش عالي قوي من النادي الاهلي، ورباعية على الراي 4-0 امام المصري. الاهلي بيدوس حرفيا على المصري. شايف الكومنتات كلها تاو امام، امام عاشور، رضا سليم، بيرسي تاو، امام وتاو. قولوا لي في الكومنتات مين نجم المباراه من وجهه نظركم. لايكات كتير بقى، لايكات كتير يا جدعان. يعني ايه ماتشات النادي الاهلي ما تبقاش اعلى مشاهده عندي على القناه؟ يعني ايه ماتشات الوداد والرجاء بتعدينا في المشاهدات ازاي؟ فين وحوش النادي الاهلي؟ فين النصر الاحمر؟ شير يا جدع اللايف، خليه
يوصل لكل الدنيا. لسه واصلين بمليون مشاهدة في مباراة الأهلي الأخيرة أمام اتحاد العاصمة، وصلنا للمليون الحمد لله. شير كتير لللايف لأنه لايف حلو قوي، خلينا نفرح كده مع الأهلوية، الفرحة حلوة مش لما نبقى خسرانين نلاقي كله جاي شمتان، ولما نبقى كسبانين ومروقين نلاقي الناس مش موجودة. لا تعالى قول مبروك في الكومنتات، تعالى قول لي مين نجم الماتش في الكومنتات، دوس لايك كتير على اللايف وشير اللايف واعمل اشتراك على اليوتيوب وفعل الجرس وفولو صفحتي على الفيس، ويلا بينا نبدأ الحلويات والقطايف واللطايف. المباراة بدأت النهاردة، الأول شغل عالي من اون سبورت، لازم نقول شابو لأون تايم اللي عاملة شغل كويس جدا طبعا في التصميمات اللي معمولة قبل الماتش، مع ان كان في غلطة كده كاتبين النادي الأهلي فوق AFC، الأهلي مش AFC، الأهلي ASC، لأن النادي الأهلي هم كاتبينها AFC اللي هي أهلي فوتبول كلاب، لا الأهلي مش أهلي فوتبول كلاب، الأهلي أهلي سبورتنج كلاب، لأن الأهلي عنده كل الألعاب الرياضية، فالأهلي ASC يا ريت تتعدل في الفترة الجاية. لكن جرافيك عالي جدا من أون تايم سبورت، تصوير عالي جدا في الدوري المصري، نتمنى يستمر ما تبقاش بداية بالإتش دي، بعد كده نرجع بقى للتصوير لأي كلام، لا كمل لي الدوري بالتصوير ده، عندنا منتج كويس خلينا نقدمه للعالم. فالشغل العالي كان كويس جدا، المصري قوي والمصري تقيل وعنده تيم حلو جدا وعامل ميركاتو قوي ومعاه علي ماهر مدرب رخم، فماتش صعب جدا. انا بتوقع السنه دي المصري اللي اتفرم بالاربعه ده هيطلع مركز ثالث في الدوري، وعلم على كلامي من دلوقتي، مركز اول الاهلي والثاني بيراميدز والثالث المصري، اللي اتفرم النهارده بالاربعه ده تقول لي هيطلع الثالث يا عبد الناصر، اقول لك اه والله ده المرشح بالنسبه لي للمركز الثالث اللي اتفرم النهارده بالاربعه ده، لانه اقوى سكواد بعد الاهلي وبعد بيراميدز. لكن للاسف جه قدام القطر، جه قدام اللي ما بيرحمش، ضغط عالي من اول المباراه، مسرعين الريتم من اول الشوط، الشوط الاول ما عجبنيش، ما كانش احسن حاجه. هتكلم عن انطوني مودست، عارف انك مستنيني اتكلم عنه، هكلمك عنه، لكن خلينا نبدا الاول كده ونقول ان بدانا المباراه رتم عالي وضغط من قدامه، ومودست في دايره ضغط النادي الاهلي في سيستم الضغط بتاعك لا مش موجود. انطوني مودست بص الحكم عليه مش النهارده، كده كده مودست مش هيتحكم عليه النهارده، لو كان جاب سوبر هاتريك او لو ما جابش جوان وما عملش حاجه، كده كده الحكم على مودست لا مش النهارده خالص. الحكم عليه طب امتى؟ الحكم عليه لما يلعب 3 4 ماتشات مع النادي الاهلي، لما يبدا يندمج. هتقولي ما في ناس اندمجت بسرعه، ما رضا سليم دخل ركب نجم الماتش على طول من اول تاني مباراه ليه، هقول لك رضا سليم راجل بيلعب في افريقيا في الوداد، بيلعب في نفس ظروفك تقريبا، بيلعب مع جماهير من الوداد ايه مع الجيش الملكي، بيلعب مع جماهير قويه جدا في المغرب مع الجيش الملكي، بيلعب قدام الوداد وقدام الرجاء تحت ضغط جماهيري، خد الدوري هناك ومطالب ببطولات وبيلعب مع ضغط جماهيري وبيلعب في اجواء افريقيا شبه اجواءك، فجاي ركب على طول. نفس الكلام امام الموهوبين، امام عاشور المشطشط الحلاق جه ركب على طول واشتغل. لكن انطوني مودس ده راجل ما لعبش في افريقيا قبل كده، اديله بس ماتش ماتشين لحد اما العجله تمشي، ده بالنسبه لي حكمي عليه مش دلوقتي، عندي عليه علامات استفهام وعلامات تعجب، دي اه بقولها لك من اول ماتش عشان تاخد بالك منها. الراجل في منظومه ضغط النادي الاهلي ملوش لازمه، الراجل ما بيضغطش تماما، ما بيقفلش حتى زوايا تمرير، ودي سيئه جدا بالنسبه لي. محمد شريف او كهربا كان بيضغط مع النادي الاهلي، فهو بيضغط يجي تاو من وراه يضغط امام عاشور اليو ديانج، تلاقي منظومه الضغط قويه وعاليه، رضا سليم في الضغط هايل وممتاز، لعيب قوي جدا بدنيا ولاعيب سريع ولاعيب اجريسيف على المرمى ولاعيب بيروح على طول من اقصر الطرق على الجول، مش بتاع شو بتاع اجوال على طول، هو ده لاعب الاهلي رضا سليم، تسلم العين اللي جابتك النادي الاهلي قسما بالله. بيلعب النهارده على الشمال، ما بيلعبش في مكانه ناحيه الرايت عشان تاوي يلعب في مكانه، بيأدي ناحيه الشمال، سوبر السوبر الواد، الله اكبر عليه، تسلم العين اللي جابتك يا رضا قسما بالله. لكن انطوني مودست علامات تعجب كتير عليه، ان شاء الله ما فيش اي حاجه ما تسمعش مني، بس انا بقول لك كلمتين كده سيبهم على الهامش. الراجل بالنسبه لي اداؤه، لا انا مش هقيم اداؤه دلوقتي، ده لسه اول ماتش مع الاهلي، لكن خليني اقول لك ان الراجل ما بيضغطش خالص، ودي مشكله بالنسبه لي. سيبك يا عم ان انت لسه ما جبتش جول، مع انه كان هيسجل النهارده والله، سجل ما سجلش ما كانتش هتفرق، مش هتغير كلامي عنه. الراجل ما بيضغطش، ما بيضغطش، مش قادر يضغط، هل الحركه بالنسبة له والضغط والجري كتير كولر مش طالب منه ده؟ الله أعلم. خلينا نأجل الكلام عن مودست دلوقتي. ابتدت المباراة ضغط قوي من النادي الاهلي، مصارعين الريتم، لكن المصري قادر يقفل المساحات، مفيش اي هجمات، مفيش اي خطورة للنادي الاهلي، تسديدتين في السماء، واحدة لامام وواحدة لمعلول، مفيش اي حاجة، لحد ما تيجي الدقيقة 44 شوط كامل مفيش تهديد على المرمى، الاهلي اداؤه
مش حلو، مش مقنع في الشوط الاول، حد ما تيجي الدقيقه 44 زي ما بقول لك واسست من امام عاشور. ايه يالا ده؟ ايه يالا العظمه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ اقسم بالله الواد ماسك الكره في وسط اربع لعيبه من المصري جوه ال 18. اي لاعب في الاهلي غير امام عاشور هيشوطها اي حاجه في جسم اي لاعب، لان الكره صعبه، اربع لعيبه نطين عليه. الواد وهو باصص من غير ما يشوف بيبص من ودنه كده ويخرج الكره على طريقه رونالدينيو، يحط الكره قدام رضا سليم اللي بيشوطها موجهه بلياردو في اقصى الزاويه، جول ملوش حل من رضا سليم، جول حلو قوي قوي قوي. ويروح للجماهير وامام يقول للجماهير اسف. اسف على ايه يا ابني؟ اسف على ايه؟ اقسم بالله ده ما في حلاوه كده، ما فيش بروفايل لاعب متكامل في نص ملعب مصر زي امام عاشور. لعيب جري، لعيب امكانيات، لعيب ضغط في الدفاع وجري مساحات كبيره، لعيب عنده رؤيه وفيجن، لعيب بيشوط على الجول، متكامل يا جدعان، متكامل قسما بالله. امام عاشور في نص الملعب واخد اعلى تقييم على فكره، اعلى تقييم في النادي الاهلي للمباراه دي، لانه عامل اسيستين وعامل مباراه هايله حرفيا من امام الموهوبين امام عاشور. قول لي انت في الكومنتات شايفه نجم المباراه ولا ايه؟ وانده صاحبك الزملكاوي قول له تدوق يا غريمي حلاوه امام عاشور في نص الملعب. جول اول للنادي الاهلي في الدقيقه 44، بيخلص الشوط الاول ويبدا شوط ثاني والنادي الاهلي شكل ثاني. بدانا الشوط الثاني بسم الله الرحمن الرحيم، تعالوا دب 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 دب، كله ضرب مفيش شتيمه. باهر المحمدي بيطرد باهر الغلاوي اللي عمل تاكلينجين، واحد على رضا سليم في سبرنت، واحد على امام في سبرنت، فاتحين شارع ناحيه الشمال، فاتحين شارع ناحيه الشمال باسمنا، اقسم بالله ما حد قادر يوقفهم. امام بيعمل سبرنت في الدقيقه 52، بيعمل عليه تاكلينج باهر وبياخد الانذار الثاني وبيطرد طرد مستحق، ما حدش اعترض، ما فيهاش اعتراض، عامل تاكلينج امام، خد الكره وطرد بيها امام، بيلبسه كارت احمر كمان بعد ما لبس لاعب كارت احمر وعمل اسيستين، نقدر نقول انه نجم المباراه امام عاشور النهارده. بعد كده في الدقيقه 56 كرة انفراد كامل لانطوني موديس، بيضيعه بعد ضغط قوي جدا من اليو ديانج، يجيب له الكرة باسيست، يشوط موديس لكن يصدها جاد ويخرجها من على خط الجول عمرو موسى ويمنع هدف اول لانطوني موديس، كان ممكن يفرق معاه كتير جدا لو سجل، مع ان مستواه كان سيء جدا النهارده. بعد كده في الدقيقة 69 الهدف الثاني والتاو تاو اللي ما كانش عاجبني الشوط الاول، بينفجر الشوط الثاني، بياخد واحدة هو وهاني بيعملوها 1 2 وياخدها تاو، موديس بيقول له اهو، لو اداها لموديس جول، لكن تاو يقول له اهو ايه يا عم، خد بالشمال، خد بالشمال الطرشه ويوديها في اقصى الزاويه ويسجل الجول الثاني على طول قبل ما في الدقيقه 74 ندي الجول الثالث عن طريق هو التاو بعد اسيست عالمي، اسيست عالمي من امام الموهوبين من قبل نص الملعب، واحده عابره للقارات. وعلى راي مؤمن حسن قال لك الاسيست ده لاخر الدوري ممكن ينافس على احلى اسيست، فعلا لعب الكره بالمسطره اقسم بالله. امام عاشور يا ابني لعبتها ازاي بالشكل ده؟ مين بدري ما عندناش حد بيلعب الاسيستات الجميله دي. امام عاشور يعمل اسيست لبيرسي تاو بالمسطره على رجليه، يستلم تاو بمنتهى الروعه ويعمل مراوغه حلوه قوي ويحط بشماله في نفس الزاويه، صاروخ تاني من بيرسي تاو عشان يسجل الثالث، ثلاثيه من ثلاثيات مارسيل كولر. نكتفي بالثلاثيه؟ لا ما اكتفيناش، بعد الجول الثالث ده على طول تاو بيدي واحده لامام، شاطها صاروخ لكن صدها الجول. امام في كل حته في الملعب، امام في ال 18 بيشوط، امام بيعمل اسيستات من نص الملعب، امام فاتح شارع ناحيه الشمال، هو ورضا سليم حرفيا في كل حته في الملعب. والله يا جماعه في نص الملعب موجود ومؤثر جدا، بيعمل اسيستات. طيب في التسديد موجود وداخل جوه ال 18 بيشوط وبيعمل اسيست من جوه ال 18. طب ناحيه الشمال فاتح شارع هو ورضا سليم وعاملين دويتو عالمي، فحرفيا في كل حته في الملعب عامل لينك مع اللعيبه كلها. بعد كده في الدقيقه 80 خمس تغييرات دفعه واحده للنادي الاهلي، بيخرجوا خمسه وينزلوا خمسه، ينزل عبد القادر، ينزل طاهر محمد طاهر، ينزل مروان عطيه في نص الملعب، مين تاني نزل يا شباب؟ ينزل كريم فؤاد، حمد لله على السلامة يا كيمو، حمد لله على السلامة كريم فؤاد اللي بينزل، وبينزل محمد مجدي قفشة، وبيخرج من الملعب امام عاشور وموديست وتاو وكوكا ورضا سليم. خمس تغييرات عشان في الدقيقه 88 نجيب جول كمان، 1 2 كريم فؤاد مع احمد عبد القادر اللي بكعب رجليه كعب مزيكا من عبد القادر، دورك جاي يا عبد القادر. كل اللعيبه هتلعب في منظومه مارسيل كولر، اللي هيجيد هيلاقي لنفسه مكان، اللي مش هيجيد هيفضل حبيس الدكه، لان الدنيا عندنا وسعت قوي، عندنا قايمه لعيبه سوبر كلها، الفرقه كلها معلمين يا جدعان. كره بتتلعب على طول لكريم فؤاد اللي بوش رجليه الخارجي حاجه من اللي بنحبها،
عملها دي، وش رجلي خارج اللي يفكرك بتريك على طول. جول رابع 4-0، مفيش عظمة كده، مفيش جمال كده، قسما بالله رباعية جميلة، رباعية ممتعة للنادي الاهلي. الحمد لله 3 نقاط مهمين ومصالحة للجماهير بعد الهزيمة امام اتحاد العاصمة. الحمد لله 4 اهداف جمال، كان ممكن يكونوا اكتر من كده. اداء رائع زي ما توقعت، نتيجة كبيرة زي ما توقعت، كلين شيت زي ما توقعت، وقلت الكلام ده كله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، الف مبروك للاهلاويه. مباراه جميله جدا، لايكات كتير وشير كتير، وتعال نقيم اللعيبه سوا. هقول كل لاعب واشوف تقييماتكم في الكومنتات، كم من 10 لكل لاعب ومين نجم المباراه. اول واحد بالنسبه لي محمد الشناوي، تقييمك لمحمد الشناوي ايه؟ اكتب لي كده اسم اللاعب والتقييم، عايز اشوف تقييمات الناس يا جماعه، مش انا بس اللي هقيم، انت كمان قيم، كل الناس تقيم في الكومنتات. محمد الشناوي النهارده بالنسبه لي الشناوي 7 من 10، مباراه عاديه من الشناوي. كان ممكن اقول لك لا تقييم ونوريت، ما جاش عليك حاجه يا شناوي اساسا. النهارده المصري مش موجود، مش قادر يهاجم طوفان النادي الاهلي. طيب رباعي خط الظهر، نبدا بعلي معلول 6 من 10. علولو عندك احسن بكتير، علولو من لو اشتغل مع رضا سليم وامام عاشور الاهلي هيبقى من الناحيه دي محتاج ريال مدريد عشان يقدر يوقفك من ناحيه الشمال. علي معلول النهارده 6 من 10، محمد هاني 6.5، 7 من 10 لمحمد هاني، شايف تقييماتكم بس اكتب الاسم مع التقييم. ثنائيه دفاعيه رامي ربيعه 6 من 10، جنبيه افضل مساك في قاره افريقيا كلها 9 من 10، محمد عبد المنعم. نص الملعب كوكا 8 من 10، عمل مباراه هايله كوكا، وفي الاستلام والتسليم هايل، عنده الباص ممتاز جدا. قدامه اليو ديانج العظيم، مباراه كبيره من اليو ديانج، 10 من 10 يا ديانج النهارده، واحد من افضل لاعبي المباراه. جنبيه امام عاشور، طب اديله 10 يا جدعان، عيب والله امام ياخد 10، امام ياخد اكتر من 10 النهارده، اسيستين وطرد الباهر بسببه، وعمل النهارده مزيكا في ارض الملعب. امام عاشور ياخد ال 10 من 10 وفوقيها بوسة لإمام عاشور كده، واحد من نجوم المباراة. طبعا رضا سليم النهاردة 10 من 10، نجم من نجوم المباراة، عمل كل حاجة، ولاعيب بيشوط على الجول، لاعيب بياخد أقصر الطرق على الجول، ما بيلفش ويدور، عارف يجيب الجول إزاي. بيرسي تاوي النهاردة 9 من 10، تقول لي يعني رضا وإمام وديانج 10 وبيرسي 9؟ هقول لك آه، لأن بيرسي تاوي في الشوط الأول كان سيء جدا، لكن في الشوط الثاني انفجر في الجولين، 9.5 من 10 لبيرسي تاوي عشان الجولين. اما انطوني موديس ف 4 من 10 النهارده، ما كانش احسن حاجه. كل التغييرات نوريت نزلوا في اخر المباراه في الدقيقه 81، ما يقيموش على 9 دقائق. كريم فؤاد طبعا بيسجل جول مهم جدا عشان يرجع بسرعه. هتقولي مين نجم الماتش الاول؟ هقول لك فيه 4 من وجهه نظري، قول لي انت في الكومنتات. عندك اليو ديانج، عندك رضا سليم، عندك ميسي تاو، وعندك امام الموهوبين الحراق الاكبر امام عاشور. اما الاسوأ في انطوني موديس، اسوأ لاعب في اللقاء، ما كانش حلو خالص النهارده، وده ما مش عليه في اي حاجه، مستنيينه الماتشات الجايه. لكن انا قلت لك مشكلتي معاه عدم الضغط، ودي غريبه، الله اعلم بقى ده بسبب كولر قال له ما تضغطش، مش عايز يستنزفه بدنيا في الضغط على الدفاع. لكن مهم جدا ان انا اول لاعب عندي راس الحربه يكون بيضغط على مدافعين الخصم، فده الاسوأ في المباراه. الافضل انا هديها لامام عاشور، وانتم براحتكم في الكومنتات كل واحد يقول مين الافضل. هديها لامام عاشور وحط جنبي رضا سليم كده عشان كان عالي قوي النهارده يا جدعان والله، شوط اول هو اللي بيلعبنا لوحده. لايكات كتير وشير على قد ما تقدر، الفرحه حلوه، وقول مبروك في الكومنتات للاهلي، ومستني اشوف اكتر كومنت جالي مين نجم المباراه. شير الفيديو، روح على اليوتيوب اعمل اشتراك وفعل الجرس، واستنى حلقه اليوتيوب، فولو لصفحتي على الفيسبوك عشان يجيلك كل جديد. سلام.